بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله، سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين وشفيع المذنبين. اللهم صل وسلم وبارك وشرف وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. أما بعد، فنسأل الله سبحانه وتعالى بقوته علينا أن يرحمنا، وبرحمته بنا أن يغفر لنا، ونسأله برسوله صلى الله عليه وآله وسلم نبي التوبة أن يتوب علينا وأن يستر عيوبنا ويلهمنا رشدنا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك، وانشر علينا رحمتك، وذكرنا ما نسينا، وعلمنا ما جهلنا، وخلقنا بأخلاق نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ونورنا بأنواره، وحققنا بحقائقه، وشرعنا بشريعته يا رب العالمين. وارحمنا وارحم والدينا ومشيخنا وعلمائنا والمسلمين، وانصر الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واخذل الكفرة أعداء الدين. أما بعد، نكمل قراءة وشرح الرسالة القشيرية للأستاذ عبد الكريم القشيري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. ونحن اليوم في باب رؤيا القوم، في أواخر الرسالة. أواخر الرسالة جاء بباب في الرؤية، ثم بعد ذلك نصائح للمريد أو للسالك، ثم تنتهي الرسالة والحمد لله. رؤيا القوم، والرؤيا هي ما يراه، الرؤيا بالألف ما يراه الإنسان في المنام، والرؤيا بالهاء أو بالتاء المربوطة تبقى ما يراه الإنسان بعيني رأسه في حال يقظته. فالرؤيا هي ما يراه النائم، وهي عالم من العوالم التي خلقها الله، عالم المنامات. فالله خلق عوالم كثيرة، خلق عالم الملك وعالم الملكوت، وعالم الملك فيه ما تراه أنت بحواسك من إنس وحيوان ونبات وطبائع وغرائب وغير ذلك مما تدركه بحواسك، وعالم الملكوت خلقه ولا تدركه بحواسك، وفيه عالم الملائكة وعالم الجن، وفيه ما فيه مما لا يعلمه إلا الله. وخلق أيضا عالم الجبروت، وهو عالم تتحكم فيه الإرادة على وفق المراد، أو هو ما بين الكاف والنون. إذا توجهت الإرادة إلى القدرة، إرادة الله إلى قدرته، كان الأمر على ما هو يريده، يسمى عالم الجبروت. وهناك عوالم كعالم الذر، وهي الأرواح في ظهور الآباء وأرحام الأمهات قبل ظهورها أجسادا، يسمى عالم الذر. وهناك عالم الأجنة، وهي في بطون الأمهات قبل الظهور. وهناك عالم القبر، ويسمى البرزخ، وهو مرحلة وسط بين الدنيا والآخرة. وهناك عالم المثال، وهو عالم متوسط، عندما يريد الملك أن يتصل بالإنس، وعندما يريد الجن أن يظهر للإنس فيتمثل. ومنها أشار إليه قوله سبحانه وتعالى: فتمثل لها بشرا سويا. فهو عالم المثال، عالم المثال، من تمثل لها بشرا سويا. فلما جاء سيدنا جبريل كان يأتي في مثال رجل، حتى يستطيع البشر يرى، لأنه لو جاء في صورته الملائكية لا يستطيع أن يرى إلا بخارق للعادة، كما حدث لنبينا في مرات معدودة رأى سيدنا جبريل على صورته الحقيقية. وكذا الجن إذا أراد أن يظهر للإنسان لابد أن يتمثل في صورة تستطيع أن يراها. والفرق بين تمثل الملك وتمثل الجن أن الملك لا يتمثل إلا بالأشكال الشريفة، أما الجن فيتمثل بالشريفة وغير الشريفة. وأحيانا إذا أتى في صورة حيوان يأتي في صورة كلب أسود، أو في صورة حمار، أو في صورة امرأة. ولذا كان في أول الشرع الشريف
المرأة والكلب الأسود والحمار يقطعان الصلع لأن الشيطان يتمثل به. ثم لما استقر الشرع وكثر الذكر خاف الشيطان أن يتمثل في هذه الصورة فنسخت هذه الأحكام وصاروا لا يقطعون الصلاة، لأنه قبل الشرع الشريف كانوا يكثرون بين الإنس في صورة التمثل الكثير، حتى أنهم بعضهم كان يدخل في جوف الأصنام فيكلم عباد الأصنام، ويدخل في جوف الأشجار التي يسجدون إليها فيتكلم في جوفها وهكذا. ثم لما جاء الشرع الشريف وجعل الله سبحانه وتعالى لهم الذكر يحرقهم وغير ذلك وكثر التعوذ منهم، قل ظهورهم للبشر وقل ظهورهم في الصور المتمثلة. وعلشان لأجل هذا تجد هذه الأشياء تجدها في أساطير الأولين وفي أخبار الأمم السابقة، ويمكن لا نجدها نحن في أحوالنا العادية الآن، حتى أن بعض الناس إذا قال ذلك نقول أنك مريض نفسي، احنا ما سمعناش عن الحكاية دي، انت الظاهر بيجي لك تهيؤات، انت الظاهر عندك هلوسة، طب انت بتنام كويس؟ تقعد تسأله ثم تلاقي في الاخر فعلا عنده مرض نفسي، عنده شيزوفرينيا، عنده حاجة، ويقول لك اصل انا بيطلع لي الجن علي قطة ويجي لي مش عارف ايه، ويشوف فار بيعمل ايه ويشوف مش عارف ايه. كل ده اذا بحثت عليه في هذا الزمان تجد معظمها امراض نفسية. اما تلبس الجن بالانس الان في زماننا ده في بلاد المسلمين نادر نادر، قد يكون لا يحدث، ولكن في بلاد الكفار يحدث. وما يحدث من اعراض عند بعض المسلمين الان ما هي الا اعراض امراض نفسية وليس تدخل الشياطين. فعليه ان هو يكثر من ذكر الله ويذهب الى الطبيب النفسي يعالجه، ولا يلجأ الى الدجالين وغير ذلك. عالم الاحلام والرؤى عالم اخر خلقه الله ايضا، وهو عالم متوسط بين الانسان في حال دنياه قبل ان يموت وبين عالم الاخرة وعالم الحس، وعالم متوسط بين هذا وذاك. فقد يرى في رؤياه امور متعلقة بالدنيا التي يعيش فيها، وقد تكون مستقبلية، وقد يرى اشياء تكون امور في الاخرة، وقد يرى اشياء تكون متعلقة بمن مات قبله ويلتقي بهم، بالرغم ان هناك حاجز زمن وحاجز عوالم، فمن مات قبلك هو في عالم اخر يسمى عالم البرزخ، وانت الان في عالم الدنيا وعالم الحياة، وهذان عالمان مختلفان. لكن في الرؤية يستطيع هذه العوالم كلها ان تتداخل، فجعل الله سبحانه وتعالى الرؤية دليل على تصديق العوالم كلها. من لا يصدق يرى المنام يوم يستيقظ يقول اه اذا كان كده في المنام يبقى اكيد موجود مثله في الحس، يوم يبقى يتأثر عليه ان يدرك ان هناك عوالم اخرى لا يراها، وان هناك عوالم اخرى لا يدركها. وكأن الانسان اذا نام رق حسه ورقت روحه لعدم انشغال الجسد بالحواس الخارجية، فينشغل بامور اخرى معنوية، فيمثل الله سبحانه وتعالى المعاني في صورة محسوسة، كما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا رؤى كثيرة. يقول بين انا نائم صلى الله عليه وسلم اذ جاءني ملك بمفاتح خزائن الارض، فأعطيت مفاتح خزائن الارض وهو نائم صلى الله عليه وسلم، حصل الترقي هذا كله وهو نائم. وعشان كده راوي الحديث سيدنا ابي هريره يقول فانتم تمتثلونها من يده الشريف صلى الله عليه وسلم. فكل خزائن وكل اموال وكل غنى يحدث لامته صلى الله عليه وسلم الى يوم القيامه اخذه النبي صلى الله عليه وسلم، اخذ مفاتيحه في رؤيا رآها صلى الله عليه وآله وسلم. والخزائن هذه ليست لها مفاتيح، ولكن مثل الله سبحانه وتعالى أسباب الحصول عليها بمفتاح، وجعله في الرؤيا في صورة مفتاح، وهو في الحقيقة ليس مفتاح. فكأن الرؤى تحدث بأنها تأتي بإشارات يدركها الرائي الذي يستطيع أن يعبرها. وتعبير الرؤى علم، ولكن علم ليست له ضوابط بقدر ما هو فتح من الله يفتح به على من يشاء، ليست له ضوابط. لو قرأت كل كتب الرؤى والمنامات والتفسيرات لا تستطيع ان تعبر الرؤى الا ان يرزق الله سبحانه وتعالى حسن تأويلها وتعبيرها، لانه اصلا عالم اشاري، عالم الرؤى عالم اشاري اشارات. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى ان امته في منهم من يلبس ثوب يبلغ الى
ثديه والآخر إلى سرته والآخر يغطي جزءا من بدنه، وجاء سيدنا عمر بن الخطاب بثوب يجره في رؤيا رآها صلى الله عليه وسلم. فقيل له: وما أولتها يا رسول الله؟ كيف أولتها؟ قال: أولتها الدين. فجعل الثوب في الرؤيا بمعنى الدين، الديانة. وربنا قال لنا هذا المعنى: ولباس التقوى ذلك خير. فسمى برضو التقوى وهي الدين لباس. فلما تأتي في الرؤيا تأتي في سورة ثوب، وهكذا. والشيب في الدنيا معنى كبر السن ونذير الموت، وفي الرؤيا معنى الوقار، والوقار في الدين، وهكذا. فترى ان الرؤى يعني عالم اخر يرزقه الله سبحانه وتعالى العباد، اما يرفه به عنهم او يبشرهم او يحذرهم، واحيانا لا يكون من الله اصلا ولا من الملك، بل يكون من الشيطان اللي يسموه اضغاث احلام، اللي هي لخبطه بقى، اللخبطه. واحد يشوف كابوس، يشوف حاجه. فدي ليست هي موضوع الكلام، ولكن هي زي ما تقول يعني الانسان لما يكون مشتاق لشيء يوم يحلم بيه. حتى الناس العام يقول لك الجعان يحلم بسوء العيش، الجعان بيحلم بسوء العيش. اما تنام جعان تحلم طول الليل قاعد تاكل، لما تبقى نايم زعلان من واحد تحلم طول الليل قاعد تضرب فيه، يعني بتنفس اللي انت جواه. فدي مش هي دي الموضوع بتاعنا، ولكن الموضوع بتاعنا اللي هي رؤيا القوم التي هي رؤيا الحق التي تكون من الله مباشرة او من الملك، يدفعه الله في قلب من شاء فيعلمه ما اراد الله ان يعلمه. فقد تكون رؤيا نظارة وقد تكون رؤيا بشارة. يعني من يرى الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا معرضا عنه فهي رؤيا نظارة وبشارة، لان رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في الحقيقة بشارة، ولكن كونه معرض عنك كأنه يريد ان يقول لك انك اعرضت عن سنتي، اعرضت عن امتي، اعرضت عن شريعتي، فعليك ان تراجع حياتك. ما هي المخالفة التي جعلت النبي يعرض عنك في الرؤية؟ اذا كان اعرض عنك في الرؤية يكون في الحس اشد، يكون معرض عنك اشد، واعراض النبي عقاب. فتكون الرؤية هنا انذار ونصح في صورة بشارة ايضا، لانه لو لم تكن لك منزلة عند نبيك ما اتى اليك ينذرك وما اتى اليك ينصحك، فكونه جاء اليك ولو معرضا عنك فما زال هناك امل في اصلاحك، وهكذا. فتكون الرؤى بهذه الصورة. واكبر دليل على الرؤية في قصة سيدنا يوسف، رؤية الملك. حتى الكافر كان يرى رؤية حق، يعني نفس الملك اللي رأى سبع بقرات سمان يأكلون سبع، ده كان كافر. يعني ممكن الكافر يرى رؤية حق لانها من الله، لانه ما زال عبدا لله. ولا الكافر مش عبد لله؟ هو عبد لله ومسلم كرها، مسلم كرها، يعني مستسلم لامر الله كرها، لان الله خلق الخلق جعل منهم فريق في الجنة وفريق في السعير، فهو مستسلم ان يكون من فريق السعير، فهو مسلم لله برضه، بس على الكراهية لا على الطاعة. وله اسلم من في السماوات والارض طوعا وكرها واليه يرجعون. والاسلام الذي ينبني عليه الثواب في الاخرة هو اسلام الطواعية، لا اسلام الكراهية. اسلام الكراهية واستسلامه لقضاء الله، لانه ما زال عبدا تحت وطأة قدر الله سبحانه وتعالى، وتحت قهره وتحت رزقه وتحت ستره وتحت خالقيته سبحانه وتعالى. ولو كان فاجرا ولو كان كافرا ما زال عبدا لله. ولذا يمكن ان يكون الكافر يرى الرؤيا الحق ايضا لانه ما زال عبدا لله. واكبر دليل عليها رؤية الملك في قصة سيدنا يوسف، وايضا الرؤى البشارة التي تتعلق بامور الدنيا كرؤى الانبياء. رؤى الانبياء حق، وقد تأتي الرؤيا للنبي على سبيل الوحي للامر، زي رؤيا سيدنا ابراهيم ان يذبح ابنه اسماعيل، وزي رؤيا سيدنا يوسف انه يؤتى النبوة بعد ابيه، ففي سورة الشمس والقمر سجدوا له، والشمس والقمر هم الاب والام، والاب كان نبيا، فاذا سجد له اي سلم له، سلم له النبوة من بعده. واحد عشر كوكبا يجدهم له ساجدين بعدد اخوته، فكأنه هو الذي يقود اخوته. ايوه صباح النور يا رب يا كريم.
والنبي صلى الله عليه وسلم كان يرى رؤى كثيرة، والصحابة كانت ترى رؤى وكانت تذهب للنبي فيؤولها له، فيبقى عالم الرؤى ده عالم كبير لا ينكره إنسان، ولكن لا يتم التشريع في الرؤية. الرؤية لا تشرع إلا إذا كانت رؤية نبي، لأن رؤية الأنبياء حق، أما رؤية غير الأنبياء فليست للتشريع. فإذا رأى رؤية مخالفة للشرع الشريف لا ينفذها، إذا رأى رؤية مخالفة للشرع الشريف لا ينفذها. وهل يتم التحقق من حديث نبوي بالرؤية؟ يعني زي بعض علماء الحديث يبقى نايم مهموم بحديث معين لم يثبت إلا من طرق ضعيفة، فهل يثبت تصحيح الحديث بالرؤية إذا رأى النبي في المنام فيقول نعم قلته، يكون هذا دليل على تصحيح الحديث؟ يعني ابن عربي المالكي في الفتوحات له فصل كبير في تصحيح الحديث بالرؤى، ولكن لم يوثقوا عليه علماء الحديث، لأن لو فتحنا هذا الباب لكل واحد يجي لك يقول لك أنا شفت رؤية والحديث ده صحيح، ويبقى لا ينضبط علم الحديث، وعلم الحديث بينبني عليه التشريع، والتشريع ينبني عليه القضاء والفتوى، والقضاء والفتوى لابد أن يكون قائم على فصول ثابتة حتى تستقر حقوق الناس الزمن، وإلا لو فتحنا هذا الباب لا تستقر الأحكام. يبقى الرؤى ما لا تدل على تحليل ولا تحريم حتى ولو كانت رؤية حق، إذا كانت لا يوجد ما يثبتها مما لدينا من الشرع الشريف، يعني لا تأتي بشيء جديد، قد تأتي بشيء يصدق ما بأيدينا فهي تكون بشارة لنا تثبتنا. وإذا كانت الرؤية على سبيل نصح بأمر لم يأتي الشرع الشريف به ولكن لا يخالف الشرع الشريف، لا بأس أن يأخذ بها رأيه، كمن يرى مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يلقنه ذكر معين، دعاء معين يقول في رؤية وهو لم يرد في الشرع الشريف عندنا في المدونات، لا بأس أن يأخذ به، ولا بأس أن يقول له، أن يقوله للناس، رأيت النبي يقول لي قل كذا وكذا وكذا إذا أصابك كذا وكذا وكذا، لا بأس مثلا، لأنه أولا دعاء، والشرع الشريف جاء بأمرنا أن ندعو الله سبحانه وتعالى، فإذا جاء صيغة دعاء توافق الشرع الشريف ومعناه صحيح لا بأس أن تأخذ بها ولو من رؤية، لأنها ليست تشريعا بل هي مندرجة في التشريع. وهل يجوز أخذ الرؤى في القضاء بين الناس؟ لا يجوز الأخذ بالرؤى في القضاء بين الناس. إذا نام قاضيا مثلا قبل أن يقضي في قضية فرأى النبي في المنام قال له فلان بريء أطلق سراحه غدا، وبعدين أما ينظر للقرائن يجد أنه ليس ببريء، هل يأخذ بالرؤية ولا يأخذ بالقرائن؟ يأخذ بالقرائن، يأخذ بالقرائن ولا يأخذ بالرؤية. ربما النبي صلى الله عليه وسلم ورؤيته حق يقول له هو بريء أي في الدين وليس بريء في القضاء، لأنه قد يكون مدان قضاء بريء ديانة، فيبقى النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له أنه بريء ديانة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه وهو في عالم البرزخ، وعالم البرزخ هو عالم الحق، وقد يكون الإنسان مدان في الدنيا وهو بريء في الآخر، فلا بأس تكون رؤية حق، ولكن لا يأخذ بها القاضي، لا يأخذ بها القاضي، لأن القاضي مأمور أن يأخذ بالبينة وبالشهود وبالإقرار وغير ذلك من الأدلة الشرعية التي جاء بها الشرع الشريف. هذا خلاصة الأمر. ولكن على أي حال بعض العوام يبالغ في الأخذ بالرؤى حتى أنها تعرقل حياته، وهذه المبالغة غير مطلوبة من الشرع، لأن الرؤية قد يحدث فيها نوع خلل من الرأي، لأنك عند رؤيتك الرؤية تكون نائما والنائم غير ضابط، حالك وأنت بتتلقى الرؤية نائم، والنائم يغلب عليه الغفلة، فقد لا تضبط ما تراه ضبطا قويا، ولذا لا تأخذ منها ما يكون سببا في عرقلة حياتك أبدا، لعدم ضبطك حال رؤياك، لا لخلل في الرؤية بل الخلل في الرأي، الخلل في الرأي، فإن كانت رؤية فالرؤية حق، ولكن الخلل في الرأي حال رآها وحال عبرها وحال أخذ به. ولذا يعني كثير من الناس يقول أنا أستخير وأنتظر رؤية أراها، فإذا رأى رؤية طلق زوجته، وإذا رأى رؤية عقد على المرأة، وإذا رأى رؤية لم يسير في العقد أو لا يشتري الصفقة الفلانية أو يبيع العقار الفلاني بناء على رؤى كلها، ثم يجد بعد ذلك أنه قد خسر في هذا ووقع في هذا وأخطأ في هذا، والخطأ ليس في الاستخارة ولكن الخطأ في تعبيرك أنت للرؤية وأخذك بها لأنك غير ضابط لها. ولكن العبرة في الاستخارة هي التيسير الواقع في الواقع، فأنت تستخير وتسير في الأمر في واقع الأمر في حال يقظتك، فإن وجدت تيسيرا في حال اليقظة ولو خالف الرؤى تمشي معه، لأن التيسير من الله، وعالم اليقظة أشد ضبطا من عالم النوم.
لا شك في هذا. على اي حال نقرأ كلام الشيخ يقول: قال الله تعالى: لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قيل هي الرؤية الحسنة يراها المرء أو ترى له، يعني البشرى في الحياة الدنيا من بين بشارات الحياة الدنيا للمؤمن الصالح الرؤى الصالحة، يراها هو بنفسه أو ترى له. أخبرنا أبو الحسن الإهوازي قال: أخبرنا أحمد بن عبيد البصري قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم المنقري قال: حدثنا منصور بن أبي مزاحم قال: حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن أبي صالح عن أبي الدرداء قال: سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن هذه الآية: لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال صلى الله عليه وآله وسلم: ما سألني عنها أحد قبلك، هي الرؤيا الحسنة يراها المرء أو ترى له. أخبرنا السيد أبو الحسن محمد بن الحسين العلوي قال: أخبرنا أبو علي الحسن بن محمد زيد قال: حدثنا علي بن الحسين قال: حدثنا عبد الله بن الوليد عن سفيان عن يحيى بن سعيد عن أبي سلمة عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الرؤيا من الله والحلم من الشيطان. يبقى قسم النبي صلى الله عليه وسلم ما يرى في المنامات إلى حق وإلى أضغاث أحلام إلى باطل، ويبقى الرؤى الحق تكون من الله، وما كان خلاف ذلك فيسمى حلم. الناس يقول لك أنا حلمت كذا، يعني رأيت كذا، لكن الرؤيا الحق تكون من الله. فإذا رأى أحدكم رؤيا يكرهها إنما يريد الشيطان ليحزن الذين آمنوا، فيبقى تيجي من الشيطان عشان إيه؟ يزعلك ويحزنك ويهمك ويخليك مهتم ويائس. فإذا رأيت رؤى من عزيز من هذا القبيل فاعلم أنها من الشيطان، فليكفل عن يساره ليجهة الجهة التي جعلها الله يأتي الشيطان من قبله. يكفل يعني إيه؟ يعني يطلع نفس، يعني كأنه بيتف بس من غير ريق، بهواء فقط، بهواء ثلاث مرات جهة اليسار، وليتعود ويقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وبعدين ينام على جنبه اليمين، يعني لما يشوف كابوس ولا حاجة ويقوم في الليل يجد هذا الأمر، يقوم إيه؟ يدخل ثلاث مرات عن يساره ويتعوذ ويغير وضعه، ولو عنده نشاط يقوم يتوضأ ويصلي ركعتين، أو يتوضأ فقط وينام على وضوء، أو يقرأ آية الكرسي أو شيء من هذا، فإنها لن تضره. وما ينامش وإمالي بطنه أكل، لانه برضو ايه كثرة الاكل والطعام والشراب والنوم مباشرة بعدها يقوم يعمل نوع، لانه بيخلي الابخرة الطعام تدخل على 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 مراكز المخ، فتخلي المخ ينشط نشاط غير منضبط، يقوم تحدث الكوابيس. وعشان كده الناس يقول لك اتعشى وتمشى، مش كده برضو؟ اتعشى وتمشى علشان ما تشوفش كوابيس. وبرضو لو نام على طهارة، دي كلها من ضمن الاسباب التي تمنع الأحلام التي تكون من الشيطان، إذا نام على طهارة وإذا نام على عدم شبع زائد. أخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد عبدوس المزكي قال: حدثنا أبو أحمد حمزة بن العباس البزار قال: حدثنا عياش بن محمد بن حاتم قال: حدثنا عبد الله بن موسى قال: حدثنا إسرائيل. كانوا بيسموا إسرائيل السلف الصالح لأنه اسم نبي، ولكن احنا في زماننا بقى اسرائيل علم على دولة ظالمة، وان كان هو اسم شريف لكن صار علما على دولة ظالمة. فعلشان كده تلاقي الاجيال بتاعتنا ما تسميش اسرائيل ابدا، ما تقدرش، حتى ملاش نفس من ايه، لانه صار علما على دولة ظالمة، وان كان هو في حقيقة الامر اسم شريف من اسماء الانبياء هو اسم سيدنا يعقوب. وعشان كده لما تيجي تعيد او بتقول في الخطب ما تقولش اللهم اهلك مثلا اسرائيل، عيد، لان اسرائيل ده اسم نبي. يقول مثلا اللهم اهلك الكفر، اهلك اليهود، الصهاينة، اي لفظ من هذا. لكن في بعض الناس يروح عامل زي مكتبة في المعظم كاتبين على المدخل على الارض اسرائيل عشان كل واحد داخل يدوس عليه. قال يعني كده هو كده يعني بيحارب مع القضية الفلسطينية، ما ينفعش. اسرائيل ده اسم شريف وتخلي كل الناس تطعه، ده معناه عبد الله. اسرائيل يعني معناه عبد الله، فما يصح. ونقول لهم كده ما يسمعوش كلامك.
كل واحد راكب دماغه، بقينا في زمن كل واحد راكب دماغه. يقول لك لا ما انا ما اقصدش اسرائيل اللي في القران، انا اقصد اسرائيل بتاعت اليومين دول. طب يا سيدي ما تكتب الصهاينه، اكتب اليهود، اكتب الكفار، اكتب اي حاجه لو انت لابد تكتب يعني، وان كان الكتابه يعني مش مطلوب، لكن انت محزوق قوي نفسك تكتب فاكتب حاجه. وان كان قالوا لك حتى ان حروف الهجاء العربيه محترمه لا توطأ على القدم لان جاء بها القران، فحتى حروف الهجاء العربيه محترمه يعني الالف كده والباء والتاء والساء كده، الحروف الهجائيه اللي احنا بنسميها ابا تتجحن والحاجات اللي نعلمها للاطفال دي حروف محترمه تكون منها القران كلام الله على قول نبينا، فانما يسرناه بلسانك على لسان نبينا، وتكون منها اسماء الانبياء وتكون منها اسماء الله عز وجل، فصارت حروف محترمه. وعلشان كده لازم الواحد يحترم مثل هذه الاشياء. قال حدثنا اسرائيل عن ابي اسحاق عن ابي الاحوص وابي عبيد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من رآني في المنام فقد رآني. من رآني في المنام فقد رآني، يعني من يرى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقد رآه حقا. يبقى من رآني في المنام فقد رآني يعني رآني حقا، لأن القد هنا تأتي للتحقيق، تحقيق الرؤية. فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي، الشيطان ما يجيش في صورة النبي أبدا ولا أي نبي غير نبينا كمان، يعني يشوف سيدنا عيسى بن مريم، يشوف سيدنا إبراهيم، اللي يشوف أي نبي من الأنبياء هي صورة النبي على حقيقته، لأن الشيطان لا يتمثل بالأنبياء. ممكن يتمثل بالحق بالله عز وجل، ممكن يتمثل بالله، لانه لما يتمثل بالله مفقود تعرفه على طول، لان الله ليس كمثله شيء، وهو مهما تمثل هيجي لك في حاجه لها مثل. فاول ما يقول لك انا كذا تقول انت كذاب، الله ليس كمثله شيء، ده انت كذاب او انت. لكن الانبياء بشر والبشر لهم امثال كثيره، فاذا تمثل بالانبياء ممكن يخلص. فربنا عصم صوره الانبياء ان يتمثل بها الشيطان لوجود الشبه بينهم وبين سائر البشر، مش كده برضه؟ ولم يعصم الشيطان من ان يتمثل في صورة الرحمن، لان الله لا صورة معينة له، لانه سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، فان جاء فيكون معروف انه كذاب. ادي الحكاية. ولكن احيانا تحدث بعض الاشياء الغريبة، ان الانسان يرى النبي في صورة غير الصورة اللي رآها في كتب الحديث تصف صورة النبي. يعني النبي له وصف في كان جميل الصورة، كان شديد بياض، كان ابيض مشرب بحمرة، كان ربعة يعني لا يميل الى الطول الفارغ ولا الى القصر، فكان وصف في كل شيء، مقصف في كل شيء، جميل في كل احواله، طويل الشعر، كان شعره اسود، عدد الشعرات الشيبة فيها كانت لا تتجاوز 17 شعرة، وكان واسع العينين ازج الحواجب في غير قرن صلى الله عليه وآله وسلم، وكان كث اللحية، وكان عريض المنكبين، وكان يعني منور الثنايا صلى الله عليه وسلم على اجمل ما يكون. فتبص تلاقي واحد يشوف النبي في الرؤية يشوفه لونه مصفر وشاحب وتعبان وشايب وكده وخافف وضعيف. طب امال ايه بقى الحكاية دي؟ والرسول بيقول الشيطان لا يتمثل بيه، وبعدين يلقى في روعه ان ده النبي صلى الله عليه وسلم، فايه حلها دي؟ إذا كان هناك نقص في صورة النبي في المنام فالنقص في الرأي. يبقى النقص في الرأي، أنت تراه على قدر إيمانك، فإن كمل إيمانك رأيته على حاله الكامل. فإذا رأيته على صورة فيها نقص عن الصورة التي ما هي معروفة عنه، فاعلم أنه جاء مرآة لك ليعلمك أنك ما زلت ناقصا، ما زلت تحتاج إلى تكميل إيمانك، إلى تكميل طاعاتك، حتى تترقى في عبادتك وفي ترقيك، فتراه على صورته التي قبضه الله عليه، فده دليل الكمال. إذا رأيت النبي على صورته التي قبضه الله عليه ده دليل كمال دينك، كمالك في أحوالك. وإذا رأيته على غير ذلك فالنقص فيك لا في النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حتى تستقيم المعاني كلها، وحتى تستطيع أنك أنت تفهم رؤى كثير من الناس للنبي صلى الله عليه وسلم على صورة غير صورته المعروفة.
ومعنى الخبر ان تلك الرؤيا رؤيا صدق، يعني تلك الرؤيا اللي هي بيتكلم على رؤية الانبياء يعني، وتأويلها حق، وان الرؤيا نوع من انواع الكرامات ربنا بيكرم بها من شاء، وتحقيق الرؤيا يعني معنى الرؤيا حقيقة، بيحاول يقول لك يعني ايه الرؤيا، يعني ايه الرؤيا عند علماء النفس بقى بيحاول يحققها لك، خواطر ترد على القلب واحوال تتصور في الوهم اذا لم يستغرق النوم جميع الاستشعار، لان في نوم استغراقي والانسان بيستغرق الانسان كله بحيث يبقى غايب عن كل وعي، وفي نوع من النوم يبقى خفيف بحيث يبقى عنده نوع من الادراك والوعي وان كان غائبا عن الحس اللي هو فيه بحيث اذا نبه ينتبه. النوم اللي ما فيهوش كمال الاستغراق ده الرؤية بتحصل فيه، وقد لا تستغرق الا يمكن ثواني معدودة، وتقعد انت تحكيها في ساعة وهي الرؤية نفسها تمت في ثواني معدودة او في اقل من دقيقة. فهي خواطر ترد على القلب واحوال تتصور في الوهم اذا لم يستغرق النوم جميع الاستشعار، فيتوهم الانسان عند اليقظة انه كان رؤية في الحقيقة، وانما كان ذلك تصورا واوهاما للخلق تقررت في قلوبهم، وحين زال عنهم الاحساس الظاهر تجردت تلك الاوهام عن المعلومات بالحس والضرورة، فقويت تلك الحالة عند صاحبها، فاذا استيقظ ضعفت تلك الاحوال التي تصورها بالاضافة الى حال احساسه بالمشاهدات وحصول العلوم الضرورية. يعني بيقول لك ان الانسان كل ما يجي ينام، ده تعريف الرؤية عندهم عند علماء النفس في عصره، وان كان الى الان تعريف الرؤية مختلف فيه حتى بين علماء النفس، يعني هو على حسب المعلومات اللي عنده في عصره ان الانسان لما بيغيب عن عالم الحس بيرق طبعه وبيقل انشغاله، لان طول ما انت مفتح عينيك واذنك منتبهة فبيبقى كل مشاعرك مشغولة بما تراه وما تسمعه وما تشعره، فاذا نمت خمدت هذه المشاعر كلها، فصار طبعك عنده نوع من الترقي لعدم انشغاله بغير ما هو فيه، فتتحول المعاني الى صور يحولها الله سبحانه وتعالى، فتراها في صورة محسوسة على صورة رؤية، على صورة الرؤية. فبيقول لك ليه انت ما تعرفش ترى الرؤية وانت مستيقظ؟ لانه انت مستيقظ مشغول بايه؟ بالانتباه، والانتباه ده بيأخذ جزء كبير من وعيك ومن ادراكك. فبيقول ومثاله كالذي يكون في ضوء السراج عند اشتداد الظلمة، في الظلام تبقى عندك ولو لمبة سهاري تبقى بالنسبة لك انها نجف طالما الدنيا ظلمة، فاذا طلعت الشمس عليه غلب الضوء السراج، يعني اعتبر النوم كالظلمة والرؤية كالسراج، وعشان كده وانت نايم في الظلمة اي سراج يوقد تقدر تدركه، لكن اول ما تفتح عينك فيستيقظك الشمس، يوم ساعتها حتى معاني السراج ده اللي طالع منه اللي هي الاضواء اللي طالع منه تخفت فلا تدركها في حال يقظتك. ادي الايه النموذج المثال اللي اعطاه. فمثال حال النوم كمن هو في ضوء السراج، ومثال المستيقظ كمن تعالى عليه النهار، فان المستيقظ يتذكر ما كان متصورا له في حال نومه. ثم ان تلك الاحاديث والخواطر التي كانت ترد على قلبه في حال نومه مرة تكون من قبل الشيطان، ومرة من هواجس النفس، ومرة بخواطر الملك، ومرة تكون تعريفا من الله عز وجل بخلق تلك الاحوال في قلبه ابتداء، لان طالما الرؤية خواطر فالخواطر اربعة لا خامسة لها، خاطر اما من النفس او من الشيطان او خاطر من الملك او خاطر من الحق من الله، فيبقى طالما خواطر فهي اما تكون مصدرها النفس والشيطان فتبقى هي اضغاث الاحلام، او تكون من الملك او الله فتكون هي الرؤية الحق اللي هي المفروض اننا هنتكلم عنها في هذا الباب. وفي الخبر اصدقكم رؤيا اصدقكم حديثا، كلما سبقت في الواقع واليقظة الحديث مع الناس وسبقت التعبير عن ما انت فيه وسبقت مع الناس في تصرفاتك ومع الله في احوالك، كلما كنت صادقا في رؤياك، وكلما كذبت مع الناس واوهمت الناس كلما كنت واهما في رؤياك. وعشان كده الرسول يقول اصدقكم رؤيا اصدقكم حديث، ولما كانوا الانبياء اصدق الخلق اجمعين كانت رؤياهم واحدة لانها لا تختلف عليهم ابدا، لانهم اصدق الخلق اجمعين.
لأن الأنبياء لابد أن يتصفوا بالصدق والأمانة والتبليغ والفطانة. واعلم أن النوم على أقسام، طالما الرؤية بتحدث حال النوم فيبتدي يقسم لك النوم، أنواع النوم بقى هو قسمين، نوم ضرورة ونوم غفلة يعني، ونوم تاني اللي هو نوم عبادة. نوم الضرورة ونوم الغفلة اللي هو الإنسان بينام بلا نية معينة لطاعة معينة، يعني النوم البشري العادي طبيعة الإنسان يغلب عليه النوم فينام وخلاص كده نايم غافل، كل ما يكبس عليه النوم يتوب وينام، يأكل وينام وخلاص، ده يسموه نوم الضرورة. أو نوم الضرورة ضرورة البشرية يعني، ونوم الغفلة لأنه بلا نية. أما النوم العبادة فيكون نوم بنية، يعني الإنسان يكون في عمل خير فيضعف بدنه لأنه خلق ضعيفا، فإذا ضعف ينام على نية أنه يتقوى حتى يستيقظ يكمل مكان عليه من خير، يبقى في هذه الحالة نومه أصبح نوم عبادة، يبقى أصبح نومه ترقي. يبقى النوم في نوم غفلة وهو ضياع للعمر بلا طائل، وفي نوم تاني اللي هو نوم العباد والصالحين، وده أصلا ترقي، لأنه حتى الصحابة كان يقول إني لأرجو من نومتي ما أرجو من قومتي، يعني لما يقوم يصلي يصلي لحد ما يتعب فينام علشان يستريح عشان يقوم يعبد ربنا تاني، فما يرجوه من ثواب النوم هو كما يرجوه من ثواب العبادة، لأنه في كل حال هو عابد. واعلم أن النوم على أقسام، نوم غفلة ونوم عادة، وذلك غير محمود. سمى نوم عادة أو نوم غفلة، فالواو هنا ليست للتقسيم بل هي عطف بيان، كله في نوع واحد، نوم غفلة ونوم عبادة، الواو هنا واو عطف بيان، يعني بيكلم نوم الغفلة هو نوم العادة يعني. غير محمود بل هو معلول، لأنه أخو الموت، ما ربنا سمى النوم موت مش كده برضو، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، وقال إيه تاني، وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، فاعتبره وفاة لأنه أخو الموت. وفي بعض الأخبار المروية النوم أخو الموت، وقال الله عز وجل وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، جرحتم يعني كسبتم، لأن الكسب يكون بالجوارح، والجوارح طالما هي التي تكسب الأشياء فعبر عنها القرآن بجرحتم. وقال تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، وقيل لو كان في النوم خير لكان في الجنة نوم، ما ربنا جمع في الجنة كل الخير، فالجنة ما فيهاش نوم، دل على أن النوم لا خير فيه، لأن لو كان فيه خير كان عمل الجنة نوم. وقيل لما ألقى الله على آدم النوم في الجنة أخرج منه حواء، وكل بلاء به إنما حصل حين حصلت حواء. طبعا احنا مش موافقين على الكلام لأنه ده يعني فيه يعني ظلم لستنا حواء برضو أمنا، ما لازم ندافع عن أمنا، يعني حد يعيب في أمك وتسكت، ستنا حواء دي أمنا كلنا، هو لولا احنا كنا جينا، طب لولا كان حيجي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو يعني خلاصة مراد الله من الخلق، يبقى ستنا حواء دي على عيننا على راس، والعيب فيها ميراث من الإسرائيليات من اليهود، عندهم العيب في حواء وفي الأنثى وأنها قرين الشيطان وأنها، في حين أن ربنا سبحانه وتعالى كل الحكاية ألف عصى آدم ربه ثم غوى كده برضو، يعني ما قالش حواء خالص، ما جابش سيرة حواء، ما جابش سيرة حواء في الأكل من الشجر، ولا اليهود هم اللي عندهم بيقولوا الكلام ده، إن هي اللي زنت عليه وقالت له وقالت له وقالت له. وبعدين هو ربنا لما خلق ستنا حواء ما هو خلق ستنا حواء علشان تعمر الأكوان وعشان تأتي منه الذرية اللي في صلبه 124 ألف نبي يظهروا والأمم الكثيرة التي تدخل الجنة، يبقى خلق ستنا حواء ده كان خير، كان خير ما كانش فيه بلاء ولا حاجة، كان منحة، يعني حتى البلاء فهو محنة في منحة في صورة محنة، منحة في صورة محنة، يعني ربنا ساعات يبتلي الإنسان. احنا انت نفسك بتشوف ناس كتير تلاقي واحد كده في حال عافيته قاعد ماشي في الدنيا كده في غفلة ولا بيصلي ولا يعرف ربنا، يقوم ربنا يبتليه بشوية مرض وآلام، يقوم يبتلي يلف على المساجد ويقول يا رب يا رب يا رب ويرجع يتوب ويصلي، يبقى ربنا ما بعت له المرض رده ليه ولا ما ردوش،
لو كان سابه في عصية ثم كان يفضل في غيه، مش ده اللي بيحصل؟ يبقى المنح البلاء بيجي في صورة بلاء لكن في باطنه ايه؟ منحة من الله سبحانه وتعالى. وعلى شكل احنا مش موافقين على الحتة دي، فكان علماء كثيرين متأثرين بالميراث الثقافي اللي لدى اليهود بعد دخولهم للإسلام، دخلوا بهذا الميراث الثقافي فألصقوا على ستنا حواء ما لا يليق بها، وهذا لا يليق. أولا سيدنا آدم عصى في الصورة وفي الحقيقة أطاع، لأن الله لما خلقه لتكون منه الذرية، ولم يخلقه ليمكث في الجنة منفردا، بل خلقه لتخرج منه الذرية، مش كده برضو؟ يبقى لابد أن ربنا سبحانه وتعالى يوضعه في موضع امتحان عشان يثبت له مين عدوه ومين حبيبه. فلما وضعه في هذا الوضع أعلمه أن إبليس ده عدوه، شوف هو اللي خلاك تاكل واديك انت خرجت من الجنة عشان هو ده، عشان يعرف ان ده عدو بس، لكن هو مش مسألة ان هي معصية فطرد. فابا ده ربنا اجتباه وهداه وجعله نبي وكلمه واسجد له ملائكته، يعني الحكاية كبيرة قوي. سيدنا ادم ده نبي من الانبياء وابو البشر، ده لازم نحترمه ونحبه، مش نقول انت ليه يا ابونا ادم كلت من الشجرة كان زماننا في الجنة، ولا جنة ولا ما كنتش جيت اصلا، لو ما كلش من الشجرة ما كنتش جيت اصلا، كان زمانك كده في المجاهيل في العدم. فهي الحكاية كده. ايوه قال اني جعلهم في الارض خليفة، فالعيب في سيدنا ادم وستنا حواء والاكل من الشجرة والمعصية والحية والكلام ده كله، ده ميراث يهودي اسرائيلي جاء الاسلام بخلافه، ولم يأتي الشرع الشريف ابدا ولا على لسان النبي حديث واحد بيقول ان ستنا حواء دي هي السبب، او ان مش ابدا لم يأتي هذا الأمر إلا عن طريق اليهود بس. لكن على أي حال لا بأس أنك تقرأه في بعض الكتب القديمة زي هذا الكتاب، وبعدين إيه لا تعيره اهتمام لأنه لا ينبني عليه كثير عمل على أي حال. لكن زي ما قلت لك، أما تلاقي حد يعيب في أمك واجب عليك تدافع عنها ولا لا؟ ومين أمك يعني؟ ما يستنحوا، ما هي دي أمك، مش كده برضو؟ سمعت الأستاذ أبا علي الدقاق يقول لما قال إبراهيم لإسماعيل عليهما السلام يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، قال إسماعيل يا أبتي هذا جزاء من نام عن حبيبه، ولو لم تنم لما أمرت بذبح الولد. برضو الكلام ده قبل المناشة، الكلام ده برضو أي حاجة فيها مساس بالأدب مع الأنبياء أو فيها شميمة تقليل من حال الأنبياء دي من اليهود، اعرف كده، لانهم لا يعظمون الانبياء ولا يعترفون باسمك. فدي برضو يعني بتبقى ثقافة انطبعت في قلوب كثير من العلماء بسبب ميراث الاسرائيليات التي دسوها في كتب العلم، وعشان كده قالوها احيانا، وان كانوا لما قالوها لا يقصدوا انتقاص الانبياء، لاننا برضو لازم نبرئهم ولازم نظن فيهم كل الخير. وقيل أوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام كذب من ادعى محبتي فإذا جنه الليل نام عني، يعني معناه الذي يحب الله لازم يسارع في طاعته فلا ينام إلا إذا غلبه النوم، لكن ما ينامش كده يعني يستجلب النوم. يستجلب النوم ليه؟ هو أنت ما يبقى عندك معاد مع حبيبك هتروح تاخد منوم، ولا عايز تبقى في كمال اليقظة؟ أنت هتشرب قهوة تبقى عايز مفنجل كده عشان عايز مستنيه وتقابله، والطيارة هتوصل الساعة كام ورايح جاي ومستني واقف في الشارع، ولو غلبك النوم تجيب لبة أزأز، ولو غلبك النوم تحط دماغك تحت المية علشان تصحصح، مش ده اللي بيحصل لما بيبقى حد من الدنيا؟ فما بالك بقى لو كان ربك حبيبك تقوم تنام كده اهو وتسيبه ولا تذكره ولا تطيعه. وعشان كده النوم هنا المقصود بيه ايه؟ لا ينام عني، يعني لا ينام نوم كسل، ولكن لو نام ينام نوم غلبة، النوم اللي يغلبه ما يضرش بقى، ما يجراش حاجة، لأنه ده نوم الضعف مش نوم الملل عن الحبيب. ادي معنى لا ينام عنه. ايوه ما شاء الله. والنوم ضد العلم، ولهذا قال الشبلي نعسة في ألف سنة فضيحة، ويقصد ايه بالنوم هنا؟ الجهل يعني. وقال الشبلي اطلع الحق على الخلق فقال من نام غفل ومن غفل حجب، فكان الشبلي يكتحل بالملح بعده حتى كان لا يأخذه النوم. الشبلي انت عارف انه كان ليه بعض التصرفات كده يغلب عليه الجذب، فكان ليه تصرفات كده يعني غريبة،
يصل فهمها. مش معنى كده تروح انت كمان تحط ملح في عينك وتجيلي عينك حمرا وورم كده، ملكش دعوه. هو كان يعمل كده في نفسه وحر، كان كل شويه يدخلوه المستشفى يعالجوه رضي الله عنه وارضاه، لانه كان يغلب عليه الجذب. فكان الشبل يكتحل بالملح بعده حتى كان لا ياخذه النوم، وفي معناه انشده: عجبا للمحب كيف ينام، كل نوم على المحب حرام. كل نوم على المحب حرام، حرام هنا من الحرمان مش من الحرمة الشرعية، يعني كل نوم وغفلة يحرم فيها المحب حلاوة ولذة المناجاة والوصال. ادي كل نوم على المحب حرام، يعني حرمان. فهمت ازاي؟ والنوم المقصود به هنا نوم الغفلة، اللي هو النوم الضروري الغفلة، اللي هو لا يصحبه نية ولا يكون على غلب، فإن كان مع نية أو غلبة فليس هو النوم المذموم في الكلام. أحسن تروح طول النهار والليل تفضل مصحصح لحد ما تتجنن، وبعد كده تيجي تقول أصل في الدرس قالوا لنا ما تناموش. ما ينفعش. وقيل، وبعدين أنت بالذات بقى نوم الظالم عباد، نومك حلو أرجوك نام عايزه يستيقظ. والشيطان برضو اول ما ايه ما الطائع يستيقظ يقعد يعيط عشان عايزه ينام. ما هو الشيطان اصله نكد، ربنا خلقه وخلاه مصدر للنكد كله. فهمت ازاي؟ وعشان كده نشا عند الناس العوام المصريين يقول لك ايه نوم الظالم عباد. ادي معنى نوم الظالم عباده، يعني ايه؟ لانه بيكف الناس عن شره، وكف الناس عن 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 اذاك، ده عباده في حد ذاته. لكن طول ما هو صاحي قاعد شغال يعيش في الارض فساد، فيبقى تقول الحمد لله انه نام. مش كده برضه؟ حتى ما يبقى عندك عيل غلس من ولادك وطول النهار قاعد يعيط، اول ما ينام تقول الحمد لله محدش يرفع، اوعى اوعى حد يعلي صوته لان الواد يصحى. ليه؟ لانه نوم الظالم عباد، طول الليل قاعد يعيط، الجيران حتى ما نامتش. وهكذا، دي طبيعه عاديه. يبقى احنا النوم اللي احنا بنقول عليه مذموم هو النوم الذي بلا نيه للطاعه، ويكون مع ايه؟ مع عدم الغلبه. يعني ايه؟ يعني تبقى انت نشيط وكل حاجه، وبعدين تخش برضه تنيم في نفسك. تنيم في نفسك. انت مش بتنيم في نفسك، ده انت بتنيل نفسك. لان اولا هيجي لك اكتئاب، ويجي لك قرف، ويجي لك زهق، وتبقى طهقان من نفسك، وفي الاخر تلاقي عمرك ضاع منك. ابدا، انت ما عندكش نوم، خلاص الحمد لله، احمد ربك واقعد اذكر ربك. زهقان من الذكر؟ طب روح اقضي حاجه مسكين. روح سر رحمك، اقعد اقرا حاجه تفيدك، اقعد صلح حتى الحنفيه اللي بتخر ميه عندك، كدره الميه احسن ما ينزل ميه كده، واخد بالك؟ وده اسراف، صح ولا لا؟ اقعد صلح رجل الكرسي اللي عندك المكسور في البيت، اقعد اعمل اي حاجه كويسه. طب اقعد اخرب حاجه وصلحها، افتح حاجه كده فكها وصلحها تاني، تقوم تتعلم ازاي تفك وتركب. المهم ما تنامش وانت مش جاي لك نوم. ساعد مراتك في المطبخ، اغسل المواعين. وقيل المريد اكله فاقه، يعني ما ياكلش الا اذا اشتد عليه الجوع، مش يبقى واكل وشبعان ويقول انا نفسي في حاجه كلها بس مش عارف ايه هي. يا سلام على الافتراء يا اخي. ساعه ما تبقى جعان تقول ولو لقمه حاف، لما بتبقى شبعان تبقى مش عارف عايز تاكل ايه، لانه نهم. يبقى المريد ما ياكلش نهم ابدا، ياكل فاقه، يعني مع شده الجوع ياكل، وياكل الموجود، مش يقعد يختار الموجود. الحمد لله نعمه، والنبي كان يجل النعمه كلها، كان يجل النعمه كلها وان دقت. ولما عرض عليه الغموس خل قال نعم الادام الخل، قال في احلى من الخل، عشان يكبر بخاطر كمان ستنا ومهان. ما هي بتقول له والله يا رسول الله ليس عندي الا كسرات خبز وقليل من الخل، هو ده اللي في بيتها. يوم يقول لها ايه الفقر ده مثلا؟ يعني كنت عايز النبي يقول لها ايه؟ يقول لها ايه الفقر ده؟ النبي ابدا لا يشتكي ابدا. يوم يقول لها نعم الادام الخل، ده هو ده اللي انا عايزه. شوف يوم يكبر بخاطرها. يوم ما تجيب له الخل تبقى جايه كده وهي كلها همه ونشاط، مش جايه بتحط له مكسوفه، تبقى بتحط له هو مشتهي اليه. هكذا كان النبي اخلاقه الجميله، كان يقر ويقول ايه اكرموا الخبز. كان يقول اكرموا الخبز. فعشان كده الناس زمان كانت لما تلاقي حته لقمه مرميه تقوم الناس تاخدها وتميت ما بيها من اذى وتقبلها وتحطها في ركن عشان ياكلها اي حيوان يستفيد بيها. مش ده اللي بيحصل؟ لكن الوقت الجيل بتاعنا لو اللقمه ما فيهاش غموس يرمي نص السندوتش.
يرميه كده في الشارع جيل البقر، لكن الجيل اللي كان يحافظ على النعمة ربنا حافظ عليه. وقيل المريد أكله فاقة ونومه غلبة، ما ينامش إلا إذا غلبه النوم، لأنه الواجبات أكثر من الأوقات، المطلوب منه أكثر من وقته، فهينام إمتى؟ زي ما يبقى عليك امتحان وأنت مش مذاكر مذاكرة كويسة والامتحان قرب، ما تنامش إلا إذا غلبك النوم، بل أول ما يهوب عليك النوم حاجة بسيطة تشرب قهوة، يهوب عليك تاني تاخد دش، يهوب عليك تالت تقوم تقرا وأنت بتتمشى، كل ده عشان إيه؟ تطرد النوم، يهوب عليك رابع وأنت في عز الشتاء تقعد تذاكر في البلكونة علشان الهواء يلفعك تقوم تعيا ونستريح منه، وهكذا. يبقى كل الحكايه ايه؟ الواحد لما يبقى عنده مشاغل كتيره تبص تلاقي ما يرضاش ينام الا اذا غلبه النوم بقى خالص، يوم ساعتها بقى ما يجي ينام يبقى قاعد كده يروح واقع الالم من ايده وهو بيذاكر، دي يبقى ده ادي النوم الغلبه، ده يبقى ده بقى معلش لان ده نوم الضعف، يوم ربنا يعفو عنك فيه ويكتب لك اللي بتعمله وانت مستيقظ. شوف قد ايه كمان. يبقى أكله فاقة ونومه غلبة وكلامه ضرورة، ما يتكلمش إلا للضرورة، مش يتفق مع واحد صاحبه ويتمشوا ثلاث ساعات يزقزق لبه ويرغوا ويشتغل بلسانه يجيب سيرة كل الناس ويعيد في كل الناس ويقول في كلام لا طائل له، وبعدين يضيع عمره بهذه الطريقة ويقعد على النوادي وعلى النواصي والإنترنت كافيه وشاتنج والشغلانات اللي طالعة جديدة، كل ده ضياع لأوقات الناس وأعمارهم وانشغال فيما لا طائل. كل الحاجات دي حرام، المسلم مش كده، المسلم عنده واجباته اكتر من اوقاته، المطلوب منه اكتر من عمره، فما ينامش الا غلبه. وقيل لما نام ادم عليه السلام بالحضره قيل له هذه حواء لتسكن اليها، هذا جزاء من نام بالحضره. برضو احنا ما نحبش الحاجه اللي فيها حاجه متعلقه بالانبياء فمش هنعلق عليه. وقيل ان كنت حاضرا فلا تنم، يعني ان كنت في حضره مولاك في حضرة الذكر في حضرة الطاعة منشغل بالعبادة منشغل بالصلاة منشغل بصيام بتلاوة قرآن بحضور درس علم يبقى فلا تنم، مفيش بقى ده مش وقت نومه ده، فإن النوم في الحضرة سوء أدب. تصور انت قاعد قدام المدرس بيدرس لك وبعدين قاعد تنام له كده، هيدرس لك بنصف؟ هيديك اللي عنده؟ هقول لك يا ابني قوم نام يا ابني، هعلم في المتبلم يصبح ناسي، تلاقي نفسك خدت لك شتمتين وكأنك ماشي. لكن اما ليه كده مستيقظ ومنتبه وكل ما تسمع منه حاجة منتبه ليها، يبقى حريص ان يطلع لك كل اللي عنده، يحاول يجتهد كمان انه يحاول يقول لك جمل قصيرة عشان تحفظ العلوم الكبيرة في الفاظ قصيرة، يحاول يعاونك. ليه؟ لان الاستيقاظ يديله نشاط. فان النوم في الحضرة سوء ادب، يعني برضو هنا يقصد هنا حضرة مولاك، اي في حال ذكرك لمولاك. وان كنت غائبا فانت من اهل الحصى والمصيب، يعني انت حاجه بالاثنين، يا غائب في حال الحجاب فدي مصيبه، يا اما في حضره مولاك، واللي عنده مصيبه ما ينامش، واللي في حضره مولاه ما ينامش، يبقى بتنام ليه؟ انت يا اما في حضره مولاك فلا تنام، يا اما محجوب فلا تنام، اجتهد حتى يرفع عنك الحجاب. فانت في الحالتين عيب تنام وتضيع وقتك. والمصاب لا ياخذه نوم، واما اهل المجاهدات فنومهم سبق من الله عليهم. اللي يقعد بقى يصلي ويذكر ربه ويسعى في طلب الرزق وطلب الرزق الحلال والسعي على العيال، ويجي بالليل تعبان ومن كده تعبان، يقوم يجي حتى يقول لمراته حضري لي العشاء على ما تتاخر شويه، تيجي تلاقيه نام من تعبه، نومه غلبه. يبقى ده خلاص ده نوم عباده، ده اللي نايمه ده نوم عباده، والمجاهد في سبيل الله والطالب اللي قاعد يدرس العلوم بنيه ان هو مش يجمع حطام الدنيا وياخد مناصب، انه ينفع نفسه وينفع المسلمين، بيتعلم العلم للنفع النفسي ونفع المسلمين وللوصول الى معرفه الله عز وجل، يتعلم العلم لا ليماري به العلماء ولا السفهاء ولا يجادل به الناس، ولكن يتعلم العلم ليصل الى المعلوم سبحانه وتعالى. يبقى ده صار طلبه للعلم عباده، يبقى ساعتها لما يغلبه النوم وهو يدارس علمه يبقى كان الله من عليه بهذا النوم، ودي صدقه تصدق الله بها عليك. وعلشان كده لو واحد نام وفاته الفجر وهو متعود يصلي الفجر كل يوم، بتبقى صدقه تصدق الله بها عليه، لقاك تعبان النهارده قال لك خلاص انا هكتبك مع المصلين في الفجر ونام يا سيدي. تقوم تصحى لما الشمس تلسع قفاك وتقوم تصلي الفجر وربنا كتبك مصلي قبل الفجر، قبل ما الشمس تطلع. تبقى صدقه زي اللي ياكل في رمضان وهو صائم وايه؟ ويبقى رزقه انفقاه الله له. يبقى راجل شغال طول النهار في رمضان وعطشان وتعبان
ومحافظ على عبادته وبيشتغل علشان يغني نفسه أولاده حتى لا يضيع من يعود، يجي ينسى لحظة انه صايم يروح قايم إزازة مية، وربك يفضل يخليه ناسي ناسي لحد ما يخلص الإزازة، وبعد ما خلص يا ده انا صايم. شوف ربنا رحم رفع عنه التكليف لحظة نسيانه عشان يشرب، وبعد رد له التكليف بعد ما ارتوى عشان يستمر في الصيام. شوف رحمة ربك بعباده، فدي كلها أرزاق. طول ما انت بتتعامل مع الله تستشعر الرحمات. واما اهل المجاهدات فنومهم صدقة من الله عليهم، وان الله عز وجل يباهي بالعبد اذا نام في سجوده. كانوا زمان العباد يقعد يصلي طول الليل لحد ما يجي يسجد يحط دماغه على الارض يروح في النوم هو ساجد، فربك يباهي بقى لان ده نوم غلبة، نوم غلبه النوم، مستخسر ينام لانه مستشعر ايه لذة مناجاة ربه. يوم ربنا يقهره بالنوم بقى يقول له لا نام بقى كفاية عليك كده النهاردة. وان الله عز وجل يباهي بالعبد اذا نام في سجوده، يقول انظروا الى عبدي نام وروحه عندي وجسده بين يدي. وقال الاستاذ اي روحه في محل النجوى وبدنه على بساط العبادة. وقيل كل من نام على الطهارة يؤذن لروحه ان تطوف بالعرش وتسجد لله عز وجل. قال تعالى وجعلنا نومكم سباتا، راحة يعني، سباتا يعني راحة. سمعت الاستاذ ابا علي الدقاق يقول اذا كنت راجل صالح يبقى راحة ليك، واذا كنت ظالم يبقى راحة لينا، فهو راحة على كل حال مش كده برضو. سمعت الاستاذ ابا علي الدقاق يقول شكى رجل الى بعض المشايخ من كثرة النوم، فقال اذهب فاشكر الله تعالى على العافية، كم من مريض في شهوة غمضة من النوم الذي تشكو منه. يعني اما راح للشيخ يشتكي له انه بينام كتير، قال له يا سيدي احمد ربنا انا حاجة غصب عنك، يبقى دي نعمة من الله، في غيرك مشتهي النوم مش لاقي احمد ربنا. يعني ردوا الى ايه؟ الى الحمد، ردوا الى الاستسلام لقدر الله وقضائه سبحانه وتعالى. فاذا كان النوم غالبه خلاص هيعمل ايه؟ ينام. لان الرسول كان ايه برضو لما دخل على في مسجده وجد حبل بين ساريتين، مش كده برضو القصة المشهورة. فسأل ستنا عائشة قالت له دي فلانة عابدة قوامة لا تنام الليل، تيجي عاملة الحبل ده كل ما تيجي تنام وهي بتصلي تروح متشعلقة فيه زي اللي راكب الاتوبيس كده. فالرسول صلى الله عليه وسلم طبعا يعني ايه رحمة للعالمين، فقال لهم اخلعوا الحبل او اقطعوا الحبل، فليعبد احدكم ربه نشاطا. يعني ما فيش داعي انك انت تغالب بهذه الصورة. وقيل لا شيء اشد على ابليس من نوم العاصي، يقول متى ينتبه ويقوم حتى يعصي الله. يعني ابليس يبقى قاعد جنب العاصي كده مستنيه يقوم، وقاعد زعلان انه نايم. وقيل احسن احوال العاصي ان ينام، ادي معنى نوم الظالم عباد، ان لم يكن الوقت له لم يكن عليه، لان في حال نومه ان لم يكن هيعمل معاصي، اما يعني ايه ان لم يكن الوقت له يعني ما كانش هيعمل في الوقت طاعات، فيبقى على الاقل الوقت ده ما لهوش وزر استريح. طب وامتى الانسان يعصى وهو نائم؟ كانوا زمان مشايخنا يسالونا السؤال ده. يعني في صور الانسان يبقى نائم وهو عاصي، ومكتوب انه عاصي وهو نايم. في صور كده كانوا مشايخنا يحبوا يسالونا فوازير بمناسبه فوازير رمضان. يعني امتى الانسان يبقى نايم ومكتوب له صاحبه السيئات قاعده بتضيف عليه عداد سيئات؟ لا، من نام عن المعصيه ما تتكتبش انه بيعملها طول ما هو نايم. ناوي على حاجه؟ اللي نام عن الصلاه تتكتب بس الصلاه دي، من نام عن صلاه فليصليها اذا ذكرها، مش معصيه لان النوم بيرفع عنه. رفع القلم عن النائم حتى يستيقظ. لو نايم، لو نايم ولابس ذهب، ولابس ذهب، لان لبس الذهب حرام، فطول ما هو نايم ولابس الذهب عاصي مش كده برضه. ولو لابس حرير، الحرير حرام للرجل، فيروح نايم في قميص حرير يبقى برضه عاصي وهو نايم. ولو نايم في ارض مغصوبه، سارق الارض دي وبنى عليها بيت ونايم فيه، طول ما هو نايم ما زال غاصبا لهذه الارض، يبقى متلبسا بغصب الارض. زي اللي ياخد مثلا حته ارض
من اراضي الحكومة اللي هي ملك العام للناس، لانه الحمد لله كان وزير، والحمد لله كان مدير، والحمد لله كان مش عارف فين، وبعدين حط ايده على كام فدان، وبعدين عمل فيها مزرعة وفيلا وعاش فيها، وبعدين ابتدى يستشيخ ورب دان وجد فتحة، وقعد طول الليل في الارض المغصوبة يسبح ربنا، وما يكبس عليه انه ينام عاصي في كل احوال، حتى ان صلاته في الارض المغصوبة بطلع عند الحنابلة صحيحة بلا ثواب عند الشفاعي، صحيحة بلا ثواب عند الشفاعي. يبقى الارض المغصوبة، هو اللي نايم في ثوب مغصوب، سرق الثوب ولا البدلة سرقها ولبسها ونام بيها، يبقى عاصي وهو نايم، مش كده؟ برضو في صور كتيرة بقى، صور كتيرة كده من اللي الانسان يبقى عاصي وهو نايم. والمرأة اللي تنام وجوزها عليها غاضب تفضل برضو في معاصي طول ما هي نايمة لحد ما تقوم تصلح. الواحد ياخد باله بالذات لما يبقى غاضب عليها بحق، لكن لما يبقى جوزها ظالم وقارفها وبعدين هي بترد بعض ظلمه يبقى خلاص بقى يتفلق، ما هو ظالم. لكن لما يبقى زوجها راجل طيب وبيأمرها ببعض الاشياء المباحة، ولكن هي بقى عنادية مش عايزة تعمل حتى هذا المباح عندا فيه وتبقى نايمة، يبقى ساعتها نومها برضو معصية. ونوم عق والديه، نوم عق والديه، طول ما هو نايم هو عق والديه، طول ما هو نائم وهو قاطع رحمه، مكتوب انه ما زال قاطع رحمه، ما زال قاطع رحمه، عدد ساعات النوم، ما زال عقا لوالديه، ما زال كذا، الملك قاعد شغال، لان يفضل ما يرفعش الكتابة عنك لحد ما تتوب منه. يبقى في صور كتيرة، يبقى الواحد ياخد باله من هذه الاشياء، فربنا ينجينا. واللي نايم برضه حاطط في بيته فلوس حرام، طول ما هو نايم برضه مع نومه معصية لانه ما ردش الاموال لاهله، مش كده برضه؟ ودي بتحصل كتير على مستوى الافراد العاديين في المواريث. سألنا انا بقى، يا اكل المواريث دي وحقوق الاخوات حلوة قوي على الناس، تلاقي دقنه قد كده والسبحة بتاعته قد كده، واول ما ابوه يموت يضحك على كل اخواته وياخد كل مال ابوه. الله، ليه؟ دي مشهورة قوي. وبعدين يجي يحضر درس علم زي ده، لما نيجي نقول له الارض المغصوبه يقول اه الوزير الفلاني خد كذا فدان، وهو قال يعني بريء، ما هو واخد فدانين من اخواته. لا مش هو، الكلام مش عليه، قال يعني وهو اوانتدي واكل مال النبي ومتعشي بالصحابه، ده ما ينفعش. وفي الاخر ايه؟ يقضي العمر في رمضان العشر الاواخر هناك في الحرم ما شاء الله، وقاعد ياكل في بلح ويعمل كرش قد كده، ويقول لك انا راجل صالح. صالح فين؟ صالح فين وانت واكل اموال الناس بالباطل، واكل اموال اخواتك البنات، قال عشان البنات عندهم ما يورثوش، واكل اموال اخواتك الصغيرين اللي ما تربوش. ليه؟ لان انا كنت مع ابويا بساعده، فانا ليا حق في الارض اكتر من اخواتي الصغيرين، عشان انا ساعدت ابويا. بقى انت اتمتعت بابوك لحد ما كبرت وجوزك، ودول غلابه اتحرموا من ابوهم، تقوم تاخد اكتر منهم وانت اتمتعت بابوك اكتر منهم؟ ده انت لو انت عندك شفقه تديهم اكتر، تتنازل عن حقك ليهم لانهم محتاجين يتربوا لسه، ومحتاجين يتجوزوا لسه، وانت اتجوزت وقربت تتجنز ولسه برضه طمعان في الدنيا. فالواحد ياخد باله من الحاجات دي كلها، فيبقى عاصي نايم وهو عاصي. شوف قد ايه كل ده نايم وهو عاصي، فخد بالك فربنا ينجينا. وقيل وقيل احسن احوال العاصي ان ينام ان لم يكن الوقت له لم يكن عليه. سمعت الاستاذ ابا علي الدقاق يقول: تعود شاه الكرماني السهر فغلبه النوم مرة، فرأى الحق سبحانه في النوم، فكان يتكلف النوم بعد ذلك، فقيل له في ذلك، فقال: رأيت سرور قلبي في منامي فأحببت التنعس والمنام. يعني لما رأى ان في النوم في لقيا الأحبة بقى يحب النوم، كان قبل كده ما يحبش النوم. يبقى ده نومه ترقي، يبقى في ناس نومها ترقي وفي ناس نومها تدني. ورأيت الحق، هل يرى الله في المنام؟ يعني وقع، ولكن يرى لا على صورة معينة، لأن الله سبحانه وتعالى لا يتعين له صورة، واخد بالك؟ وسيدنا أحمد بن حنبل قال: رأيت ربي في المنام 99 مرة، ولو رأيته 100 لسألته، يعني ما أقرب ما يتقرب إليك به المتقربون، فشافوا 100، فسأل السؤال ده فقال: بتلاوة كتابي يا أحمد. قال: بفهم وبغير فهم. قال: بفهم وبغير فهم. واحنا داخلين على شهر رمضان شهر القرآن، فعلينا ان نكثر من تلاوة القرآن ان شاء الله، فربنا يبلغنا رمضان ويرزقنا تلاوة كتابه وحسن عبادته ما حيينا.
وقيل كان رجل له تلميذان فاختلف فيما بينهما، فقال احدهما: النوم خير لان الانسان لا يعصي الله في تلك الحالة. يعني اتنين تلامذة ايه اختلفوا، واحد يقول له النوم افضل ولا اليقظة افضل، واحد قال النوم احسن عشان على الاقل في النوم الواحد ما بيعصاش ربنا، الثاني قال له اليقظة خير لانه يعرف الله تعالى في تلك الحالة يعني يعبد الله في الحالة دي، يبقى اليقظة افضل. فراحوا للشيخ يحتكم، فتحكم الى ذلك الشيخ فقال: اما انت الذي قلت بتفضيل النوم فالموت خير لك من الحياة، واما انت الذي قلت بتفضيل اليقظة فالحياة خير لك من الموت، لان اللي فضل اليقظة فضلها للطاعة، والرسول بيقول خيركم من طلع عمره وحسن عمله، واللي فضل النوم فضله لعدم المعصية. يبقى ايه؟ طالما يبقى يقظته ما فيهاش طاعة يبقى المتح ليه. وعشان كده سيدنا عبد الله بن مسعود يقول ايه: الموت خير للمؤمن وللكافر. فقالوا ازاي؟ قال: من لم يصدقني فليقرأ قول الله عز وجل: ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما. يبقى الكافر لو زاد عمره زاد اثمه، يبقى الموت ليه احسن. والمؤمن قال: وما عند الله خير للابرار. يبقى الموت برضه له احسن، لان وما عند الله خير للابرار. يبقى الموت حلو على كل حال، وعلشان كده احنا ما بنعزيش الميت، احنا بنعزي الحي عشان لسه حي. مش ده اللي بيحصل؟ اما حد بيموت بتروح تعزي الميت، تروح للقبر كده تعزيه تقول له معلش انت مت بقى معلش شد حيلك، ولا بتروح للحي بتقول له شد حيلك عشان ما زال حيا، عشان ما زال حي تقول له شد وتزول، يعني حياه وتزول ونستريح منه. ربنا يكرمنا. ايوه الآية بتقول: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب أليم. وقيل اشترى رجل مملوكة، يعني أما كان زمان في سوق إماء كده يروح يشتروا إيه جواري. وقيل اشترى رجل مملوكة فلما دخل الليل قال: فرش الفراش. فقالت المملوكة: يا مولاي ألك مولى؟ قال: نعم. فقالت: ينام مولاك؟ فقال: لا. قالت: ألا تستحي أن تنام ومولاك لا ينام؟ يعني إيه؟ يعني قوم بقى عبد ربك نجي بقى، ما تنامش إلا إيه؟ إلا غلبة. إنما يا سلام يقعد بقى يوضب الفراش ويرش الأوضة ويجيب مش عارف إيه ويحط إيه جنب السرير ويوضب إيه، وهو مش جايله أي نوم، ويقعد على السرير كده أهو يفكر في هموم الدنيا والآخرة ولا يخطر في باله الطاعة لحظة لحد ما النوم يكبس عليه. ما كبست عليه النوم ياخد له اسبرينة ولا ياخد له منوم ولا يتصل بواحد علشان ينيمه ولا اي حاجة علشان عايز ينيم في نفسه، لانه يعني ربنا لم يفتح له باب الطاعة. اللي ربنا بيفتح له باب ذكره وباب طاعته ما يبقاش عنده هذا الملل ابدا، بل الارق بالنسبة له نعمة، اما يجيله ارق نعمة لانه بيستغله في ذكر الله عز وجل. وتلاحظ الحكاية دي ان الواحد لما بيكبر ويقرب يموت، كل ما كبر سنك كل ما قربت تموت، ولا انت كل ما بعدت عن الموت؟ احنا في بلدنا كده اللي بيكبر بيقرب يموت على طول، هي دي بلدنا كده. فكل ما الواحد يكبر تلاقي نومه يقل، كأن ربنا بيوقظه عشان يكثر من ذكره، عشان يقلل نومه، علشان يستعد للقائه. لكن الغباوة ان كل ما يكبر يقل نومه يقوم يروح للدكاترة عشان يديله منوم. بقى ربنا بيسهرك علشان تذكره، عشان تعود البلاوي اللي عملتها في شبابك، تقوم انت تاخد منوم ويشرب ينسون ويشرب مش عارف ايه ويجيب مش حاجات غريبة. فالواحد يحمد ربه على كل حال. وقيل قالت بنية لسعيد بن جبير: لما لا تنام؟ سيدنا سعيد بن جبير كان من العباد الصحابة الكبار، عباد التابعين الكبار، فكانت البنت ملاحظة ان ابوها كل ما تيجي تخش تنام تصحى تلاقيه لسه ما انامش، فبتقول له لما لا تنام؟ فقال: ان جهنم لا ترعني ان انام، كل ما اجي انام افتكر عذاب ربنا وما استيقظ. وقيل قالت بنت لمالك بن دينار: لما لا تنام؟ فقال: ان اباك يخاف البيات، يعني خاف ينام يموت وهو نايم. ما في ناس كده يجي ينام تيجي تصحيه الصبح تلاقيه ميت على فراشه. البيات اللي هو النوم، الموت ايه؟ نوما او ليلا. فعشان كده في سوره ايه؟
في سورة النمل بيقول ايه؟ لنبيتنه ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك اهل، يعني نقتل سيدنا صالح، عايزين يعملوا مؤامرة ان هم ينكروا سيدنا صالح يقتلوه بالليل وهو نايم، وبعدين والناس كلها نايمة، يوم قالوا الصبح يصحوا لو ميت يقولوا ايه ده مات امتى، وهم قاتلين الايه القتيل ويمشوا بجنازته. لنبيتنه ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك اهلي وانا لصادقون، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. وقيل لما مات الربيع بن خيثم وكان من عباد عصره رضي الله عنه ورحمه الله، قالت بني لابيها الاسطوانه التي كانت في دار جارنا اين ذهبت؟ فقال انه كان جارنا الصالح يقوم من اول الليل الى اخره، فتوهمت البنية انه كان ساريا لانها كانت لا تصعد السطح الا بالليل فتجده قائما. كانوا زمان ينشروا الغسيل فوق السطوح، واللي ينشر الغسيل الستات، ولو طلعوا فوق السطوح بالنهار الرجالة تشوفهم، فكانوا ينشروا الغسيل بالليل في الضلمة. فالبنت دي جارة سيدنا الربيع بن خيثم بتنشر الغسيل كل يوم بالليل، فبتشوف ايه بيت جارهم مفتوح وفي عمود في نص، كل يوم بتشوف العمود ده، وبعدين مرة جت بتنشر الغسيل ما لقيتش العمود ده، اتاري الربيع بن خيثم مات، فبتقول له جارنا شالوا العمود اللي عندهم اللي حاطينه في وسط الاوضه ده، قال لهم لا ده كان الربيع بن خيثم طول الليل واقف يقيم السليه، فافتكرت البنت في الظلمه انه عمود. شوف قعد سنين عباد كبار رضي الله عنهم ورحمهم الله ونفعنا الله بهم. وقال بعضهم في النوم معان ليست في اليقظه، منها انه يرى المصطفى صلى الله عليه واله وسلم والصحابه والسلف الماضين في النوم ولا يراهم في اليقظه، وكذلك يرى الحق في النوم، وهذه مزيه عظيمه. يعني قبل ما تنام كل يوم كده تصلي على النبي كده ونام على امل انك تشوفه، يبقى يعني نايم على شوق حتى مثلا ما يجراش حاجه حلوه، يعني اما تنام كده على امل انك تشوف النبي، تشوف الصحابه، تشوف هاتف حلو كده يطمنك بدل ما انت ماشي كده. ها يتمثل باي حد الا الانبياء. يتمثل طبعا، لا مش معصومين. انت بتقيم بقى، ما انت كلك نظر. يعني افرض انت شفت سيدنا ابو بكر في المنام وبيقول لك يا ابني كفايه عليك صلاه في الجامع بقى بصلي في البيت، يبقى ده سيدنا ابو بكر؟ ما هو مفقوس. يبقى الشيطان جالك وقال لك انا ابو بكر الصديق، طالما امرك بشيء مخالف للشرع، فهمت ازاي؟ يبقى مش هو ده الصحابي. لكن لما يجي لك صحابي ويقول لك كلام حلو، كلام متين وكلام فيك عيب فيك، بيقول لك صلح، يبقى هو ده نفسه. يعني يحتمل او يحتمل لا، لكن الانبياء الشيطان ما يتمثلش بيهم ابدا، لكن يتمثل بابوك وبجدك وبشيخ الازهر وباكبر علامه في الدنيا، لانه مش نبي. مش كده برضه؟ بس مش نبي. وقيل راى ابو بكر الاجر الحق سبحانه في النوم فقال له سل حاجتك، فقال اللهم اغفر لجميع عصاة امة محمد صلى الله عليه وسلم. سيدنا ابو بكر الاجري كان بيعمل لبن، طوب لبن، فسمي الاجري او بتاع فخار مثلا، وكان ولي كبير عابد من العباد الكبار، فراى الحق سبحانه في النوم فقال له سل حاجتك، شوف طلباتك ايه واحنا ننفذها لك. فقال اللهم اغفر لجميع عصاة امة محمد صلى الله عليه وسلم. فقال انا اولى بهذا منك، سال حاجه خاصه بيك، ان كنت انت رحيم فانا ارحم الراحمين، ان كنت انت كريم فانا اكرم الاكرمين، سالني حاجه خاصه بيك انت. فهمت ازاي؟ فدي الحلاوه كلها. فاذا بين لك ان الولي يبلغ الولايه برحمته للعالمين، كلما كان الانسان قلبه يسعى العالمين كلما صار وليا كبيرا لله عز وجل. فالانسان يبلغ الولايه، ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء، من في الارض كله، كل من في الارض. الكافر ترحمه بتمني ان الله يجعله من اهل الايمان، مش كده برضه؟ والمؤمن ترحمه لانك انت تحبه، لانه به يكمل ايمانك وتتضاعف اعمالك. والعاصي ترحمه لانك تستره وتنصحه وتتمنى له العافيه والتوبه، يبقى انت بترحم الكل. ونقف عند هذا الحد، نكمل ان شاء الله. لو السبت اللي جاي رمضان نبقى اجازه، لو السبت اللي جاي مش رمضان يبقى اخر جلسه وناخد اجازه رمضان بعد كده، وكل عام وانتم بخير ان شاء الله، ونلتقي بعد رمضان باذن الله.
هم بيقولوا كده الفلك. ما انا بقول لك لا ما لا ما هو ده رمضان بس اجازه رمضان بس رمضان بس ما في رمضان رمضان بس اجازه وانا عندي رصيد والله عندي رصيد يسمح ان شاء الله لو طلع رمضان اللي جاي 30 شعبان نيجي ان شاء الله لو طلع واحد رمضان يبقى كل عام وانتم بخير ونوصيكم انكم تصلوا التراويح تواظبوا على قيام رمضان وتحافظوا على اداب الصيام مش مساله اكل وشرب تمتنع عنه بس ولسانك تحفظه وغير ذلك سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك وجزاكم الله خير ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد